كله تمام. هلا هلا ويا اختي اسمال، استاذه يا بنت ورئيس القسم، برافو عليك يا بنتي. امال دي امانه يا معلمه، ولازم احطها بين حبابي عينيا. اسلم عينيك يا حبيبه قلبي، انا كمان بكره ما اتصرف في البضاعه هحللك بقك الحلو ده. خيرك سابق يا ست الكل، انت لسه شفت حاجه من خيري؟ انا بكره هروح على الخواجه مركز ان شاء الله. الصبح ولا بالليل؟ ودي هتفرق في ايه اذا كان الصبح ولا بالليل؟ انا وقت ما اصحى من الهوا نيو كده ابقى اروح له في اي وقت انا عاوزاه. انت نسيتي ولا ايه؟ نسيت ايه يا بنت؟ مش انا قلتلك ان كلمه السر بتاعت بالنهار غير كلمه السر بتاعت بالليل؟ ده تضربه الدم لما تبقى تاخده. ايه عاملين يا عبد السلام؟ المهم ما يكونش فاكر نفسه جمعه الشوال. استني يا اختي ما اطلع ورقه وقلم اكتب الشفره بتاعته. قولي. بص يا ستي، يعني ايه الكلام ده يا سلامه؟ يعني زي ما بقول لك كده، الالماس ده مضروب. تكونيش اتلخبطتي يا فتحيه وانت بتدي لكيداهم الالماس الحقيقي؟ كرامتر وانا تلميذه ولا ايه؟ ولا يمكن عايزه تعملي علينا شغل بقى يا فتحيه. انا اعمل عليكوا شغل ليه؟ هو احنا عشره النهارده يا متر؟ وبعد الزمن ده كله هاجي اعمل عليكوا انتوا شغل؟ يبقى اكيد الراجل بتاع لبنان عمل شغل على كيداهم. اكيد مفيش غير كده. ما تفتكر كويس يا فتحيه، يمكن يكون الالماس اتلخبط في الاكياس المضروبه اللي عندك في البيت. انا عارفه انت بتلمح ليه، بس والعيش والملح اللي بينا ان الالماس ده هو اللي انا خدته من الراجل في المينا. وبعدين بقى على العموم كيداهم هتجيلي بكره ولا بعده، واذا كانت فتحيه اتلخبطت هيبان. مستحيل يا سلامه اكون اتلخبطت، اذا كان انا عامله الاكياس دي لون ودي لون. بعدين الله، هو انا عبيطه يعني ولا ايه؟ انت مش بتفهمي في الالماس كويس يا فتحيه. اه طبعا. ليه وما عرفتيش ان ده فالصو ازاي؟ والختمه الشريفه، انا ما فتحت الاكياس دي ولا كان في فرصه ان افتحها. انا دخلت الحمام في الكازن وطلعت الالماس الحر من تحت باطي وحطيته في شنطتي، وخدت الكيس اللي فيه الالماس الفالصو اديته لكيداهم في الكازن وسبتها هناك وجيت على هنا على طول. متشكرين يا باشمهندس، اجعله عامر دايما. كله تحت السيطره، الكبيره والصغيره تمام، كله كله تمام. طب يلا يا اختي بقى نروح نحطهم في البنك باسم. لا مش ناخد نصيبكم الاول يا ستي، خيرك سابق بس يلا. يا خبري يا عليا، ده انا لو اختي من امي وابويا ما يعملوش اللي انتوا عملتوه معايا. يا سلام، ما تعرفيش مع زيتك وغلاوتك زادت عندنا قد ايه. صحيح احنا اول ما اتقابلنا اتخانقنا، لكن المثل بيقول ما سيطرة الا بعد خناقة. او 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 يلا يلا. للاسف يا ست الكل الالماس ده مضروب. مضروب ايه يا مضروب؟ قصدي يا نهار اسود ومنيل. هو انت جبتي الالماس ده من نفس الراجل اللي بتجيبي منه؟ طبعا من المعلم اللي انا بشتري منه على طول. طب شفتي بقى ازاي؟ يعني ما انت فاكره اخر مره عمل معاكي ايه وغلطك في الكميه؟ مش هو المتر اللي كان معايا ولا النص متر ولا الربع متر هو اللي سكين المحامي ولقى البضاعه مني. اتاكدتي من الكلام ده يا ست كيداهم؟ طبعا لسه جايه من السفر ومتاكده بنفسي من نفس المعلم اللي باخد منه بضاعتي. لا انت بقى كده ظلمتي المحامي بتاعك. وبعدين برضو لازم تفهمي يعني ان الراجل اللي انت جبتي منه البضاعه دي سكك ولا مؤاخذه. ما يكونش البنت فتحيه هي اللي عملت فيها المقلب ده؟ يا ربي، وانا كل ما اطلع من نقره اقع في ضحديره. يا ست كيداهم، انت رحتي لحد فين؟ لا ابدا ولا حاجه. طيب كتر الف خيرك، انا ما ماشي. انا كان نفسي اخدم والله يا ست كيداهم، ما انت عارفه. كتر خيرك، ربنا يسامحهم بقى اولاد الحرام، ما خلوش لاولاد الحلال حاجه. سلامه الله. اه الاخبار زي الارام، الالماس برضه طلع مضروب. انا مش قلت لك يا سلامه انا عمري ما اتلخبط. وبعدين بقى ما تفتكري كويس يا فتحيه. بقول لك ايه يا متر، انت لو هتفضل مصر كده انك تخوني يبقى خلاص بقى، دي اخر عمليه ما بيننا وبعد كده كل واحد مننا في طريق. ايوه ما انت خلاص مليتي، ما بقيتيش محتاجه مني اي حاجه. عدم نظر يا شيخ، ولا موت كفره لو كنت سرقت الالماس ده. يا جماعه اهدوا شويه،
احنا ايه عمالين نخون في بعض كده ليه؟ شيطان ودخل بيننا وخلاص، وبعدين فتحية مننا وعلينا. معلش يا فتحية، ما انتوا لازم تعذروني يا جماعة، أنا دماغي وعقلي هيشد مني، هتجنن. نفسي أعرف الألماس ده راح فين، مين اللي خده؟ زمان كان دلوقتي بورسعيد مستني ابو سليم يتصل بيها. لا يا معلمي زمانها زهقت ومشت. ادفع نص عمري، لا خمس عمري واعرف ايه اللي جرالها. وايه يعني يا معلمي كانت دفعت حاجه من جيبها؟ ايوه بس اكيد هي بقى مستغربه من اللي حصل. بس انا خايف يا معلمي تبقى عرفت ان ابو سليم اتقبض عليه من الجرايد. خايف من ايه يا دشاد؟ وبعدين هي من امتى يعني بتقرا جرايد؟ بس انا خايف من حاجه تانية يا معلم. خايف من ايه يا دشاد؟ خايف العصابه تنتقم مننا. يا بني ادم افهم، العصابه كلها بالراس الكبيره مروان شيبوب اتقبض عليهم، ما يعرفوش مين اللي بلغ عنهم. الله، مش هيشكوا فينا لان احنا كمان اتقبض علينا زينا زيهم. ايوه يا معلمي، بس احنا بعد كده اختفينا، جايز برضك يبقى في ناس وراهم. يا دشاحته انت كده قلقتني، هتخلي مخي يضرب يقلب. لا لا، لازم اكلم رفعت بيه واقول له على اللي حصل. انما انت بالنسبه لك يا عم خدت نصيبك اهو، يعيشك ملك. يعني ممكن تاخد سناء وتروحوا في اي حته تقعدوا فيها تعيش ملك لو كنت خايف تقعد هنا. طب وانت هتعمل ايه يا معلمي؟ لا انا لسه ورايا مشوار تاني كبير، ورايا ابني، ورايا بناتي، ورايا حساب لازم اصفيه مع كيديهم. قولي لي بقى روحي، كنتوا في بورسعيد بتعملوا ايه بالظبط؟ هنكون بنعمل ايه يعني؟ اكلنا لنا اكله حلوه كده واشترينا شويه لبس ورجعنا على طول. نعم يا اختي، رايحين بورسعيد عشان تجيبوا شويه لبس وتاكلوا اكله حلوه. اه، امال انت فاكر ماما كانت من الاول بتفكر تطلع بورسعيد ليه يعني؟ كنت فاكر انها طالعه شغل طبعا، ده اللي انا فهمته منك في الاول، عشان كده وافقت انك تسافري معاهم. يا سلام، يعني حضرتك بعتني ورا امي علشان اتجسس عليها يا حليمو؟ تجسس ايه يا بنتي واحنا في حرب؟ انا قلت بس تفهمينا الولاية دي راح تعمل ايه بالظبط. حليمو، امي يا حليمو تشيلها من دماغك خالص وبطل بقى حركاتك البلدي دي. انت مالك نفسك ريشك عليا قوي كده ليه؟ بقولك ايه، انا راجعه تعبانه من بره ومش قادره اتخانق. تصبح على خير. وانت من اهله في اي وقت. ودي برضه تفوتني يا حنفي، احنا بنمشيكم في القضيه عادي خالص لحد يوم المحاكمه. بس يوم المحاكمه بقى هتيجوا وانتوا بشخصيه جوزيف وحمدان، وهنسرب للعصابه بعد ما يضحكم عليكم طبعا انكم اترحلتم لسجن تاني. بس من هنا لحد يوم المحاكمه ومن بعد المحاكمه كمان مش عايزين نشوفكم في اي حته. وكمان تنبهوا على اهليكم ما يجيبوش سيرتكم لاي حد خالص لحد ما الموضوع ده ننتهي منه خالص ونتاكد ان العصابه ملهاش اي ديول. ربنا يريح قلبك يا رفعت بيه زي ما ريحت قلبنا. انا مش قلت لك قاعده شاطه؟ والله يا باشا انا كده اطمنت يا باشا، بس احنا لازم نعمل زي ما حضرتك قلت بالظبط، نحتاط لحد ما تدينا الدور الاخضر. ايوه يا فندم، وكنا عايزين بس نعرف هي الاجراءات بتاعت عودتنا للحياه تاني والباسبور والبطاقه يعني ونعيش حياتنا هتاخد وقت كتير. في اقرب وقت، بس خلي بالكم الحاجات دي هنعملها بمنتهى السريه، حتى الامضاءات بتاعتكم هنجيب لكم الموظف لغايه عندكم علشان طبعا ما نلفتش الانظار. ايش 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 يا كده يا ست حلاوتهم، ده انت اكتشاف بحقه حقيقي، ده الواحد على كده يفتح لك مكتب مقاولات ويشاركك وهو حاطط في بطنه بطيخه صيفي. يعني بنفهم في الشغلانه؟ الا بتفهمي، ده انت استاذه كبيره. قولي اخبار صاحبتك ايه؟ اه كيدهم. هو في غيرها؟ بيقولوا كانت في بورسعيد واخده معاها ابتسام مراتي. وكانت في بورسعيد بتعمل ايه؟ كانوا بيشتروا هدوم. قال اصل مراتي دي هبله وعلى نياتها حبتين، تلاقيها كلفتتها بأي حاجة وعملت اللي هي عايزاه من وراها. وإن شاء الله هنعمل إيه بقى مع الست دي يا حليمو؟ اصبروا علينا شويتين يا ستنا، نخلص بس مشوار المحل ده وأخوك مرتب لها ترتيب تاني خالص. بقول لك إيه؟ أي حاجة هتعملها عايزة أكون معاك فيها، وإيد على إيدك إيه؟ ما إحنا سبق واتفقنا ستنا، حليمو وحلاوتهم، إيد واحدة. صباح الخير يا استاذ اكمل. الله، ايه ده ايه ده؟
ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ شكرا قوي يا استاذ اكمل. عارفه انت النهارده بس حسستيني انك ابتديتي تعملي بنصيحتي ورميتي كل اللي فات ده ورا ظهرك. يعني اديني بحاول اهو. لا تحاولي تحاولي ايه؟ انت حاولتي ونجحتي فعلا. تسنيم احنا لازم نحتفل بالمناسبه دي. نحتفل؟ نحتفل ازاي يعني؟ شوف يا ستي انا عازمك على العشاء في المكان اللي انت تختاريه ومفيش اعذار، الرفض ممنوع. ده امر بقى. لا 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 ده مش امر، ده طلب، طلب ملح جدا. عمرك شفتي حد بيتحايل على حد انه يحتفل بيه؟ تحت امر حضرتك. ايه اللي بيحصل تحت ده يا دكتورة سميحة؟ بنت معيدة وللأسف أنا اللي بشرف على رسالة الماجستير بتاعتها، مهيجة الدنيا وبتحرض كمان الطلبة عليا. قصدك حنان طبعا. كويس إن حضرتك عارفها. بس اللي أنت ما تعرفوش بقى إن البنت دي معاها مستندات. مستندات؟ مستندات إيه يا دكتور؟ مراسلات من دور نشر أجنبية بتلف إن هم سمحوا لك بنشر المادة العلمية في كتبك يا دكتورة. دي أكيد مراسلات مزورة يا دكتور. من فضلك أرجوك لو سمحت تجيني فرصة كام يوم وأنا أحل الموضوع ده. لو سمحت يا دكتورة تخلص الموضوع ده بسرعة ومن فضلك بدون أي مشاكل لو سمحت. اسكت يا هشام على اللي حصل النهاردة. إيه يا ستي اللي حصل النهاردة؟ صحيح ما أنت معذور يا خسارة، جدولك النهاردة كان في جامعة القاهرة. حنان هو في حاجة حصلت النهاردة أنا معرفهاش؟ ده الطلب عملت حتة دين مظاهرة ضد سميحة عكاشة إنما إيه ما حصلتش. أيوة يا بس يكون حد عرف إن أنت اللي محرضاه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ومالك خايف قوي كده ليه؟ يا حنان انت مش عارفه سميحه عكاشه دي تبقى مين ومركزها ايه في الحزب الوطني؟ يا سلام، وهتعملي ايه يعني؟ هيعملوا كتير قوي ومبدئيا كده تنسي الماجستير بتاعك ده تماما. ولا يهمني، الساكت عن الحق شيطان اخرس يا استاذ. ايوه حبيبتي، بس برضو ربنا قال اعقلها وتوكل. في واحد عايز يسال حضرتك يا دكتوره. معلش مين؟ اسمها الدكتوره سميحه عكاشه. دكتور سميحه عكاشه؟ انت عايزه ايه دي؟ الدكتوره سهام؟ ايوه انا يا فندم. انا الدكتوره سميحه عكاشه. غنيه عن التعريف يا فندم، اموريني. ممكن تسمحي لي اخد من وقتك 10 دقايق؟ قوي قوي تحت امر حضرتك خير. الموضوع يتعلق بمرات ابن حضرتك. مرات ابني انا؟ حنان؟ مالها؟ البنت دي هتسبب لنفسها والابن حضرتك مشاكل كتير قوي، وانا جيت اتكلم معاكي بالود، يمكن تقدري تحطي حد للمهزله دي. وانت مالك ومال حاجه زي كده؟ واحنا هنصلح الكون؟ معقوله يا طنط؟ معقوله تقولي حاجه زي كده؟ ده انا كنت فاكره انك انت اول واحده هتشجعيني. شجعك؟ شجعك على ايه؟ شجعك ان تضيعي مستقبلك ومستقبل ابني؟ بتقول لها حاجه يا هشام، دي مش فاهمه. والله يا ماما انا مش راضي عن الموضوع ده من الاول، وقلت لها ان احنا ملناش دعوه بحاجه زي كده، وقلت لها بلاش الست دي لانها ديها طايله وتبع الحزب الوطني. عشان تبقي عارفه، ست جات لي النهارده وبتهددني تهديد رسمي مباشر، بتقولي هتخلي طالبه تتبلى على هشام انه بيتحرش بيها، وساعتها ابني هيترفض من الجامعه بسببك. ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ هو اي واحده كده تروح ترمي بلاها على واحد محترم ليه؟ هي الدنيا سايبه؟ ايوه سايبه. وقتها ابني هيعمل ايه؟ لعلمك اي حد ممكن يبوظ سمعه اي دكتور في الجامعه بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، والعيار اللي ما بيسيبش بيدوش. اقولك على حاجه تانية، هي ممكن تخلي اي حد يتبلى عليكي انت شخصيا، انك اخلاقك مش مظبوطه، انك بتسربي امتحانات. الست دي قادره وتعمل اي حاجه في الدنيا. احنا عندنا اساتذه كتيره جدا محترمين، وانا بقى هروح اعرض عليهم الموضوع ده وانا متاكده انهم هيقفوا جنبي. مفيش فايده فيك يا حنان، انت مصره كبار الموضوع وهتودينا كلنا في 60 داهيه. هشام اهدى، وانت يا حنان فكري كويس. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم سالم كنعان التنوري الشهير بأبو سليم بالأشغال الشاقة 25 عاماً
وجوزيف إسحاق فرنجية 15 عاما مع الشغل، وحمدان مجاهد الفزاني 15 عاما مع الشغل. رفعت الجلسة. حرام عليك تسلم ده. لا أنا مش هسكت. أيوة أنا هعيط، أنا هعيط. دلوقتي احنا خلصنا كل الاجراءات ليكم، كل واحد له باسبور وبطاقه وشهاده ميلاد، يعني كل واحد فيكم رجع لشخصيته تاني. الحمد لله. الحمد لله يا رب. ربنا يكرمك يا باشا، ربنا يخليك. الو. ايوه باشا، بعد اذنك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا باشا. اللهم لك الحمد. الحمد لله. الحمد لله. اخيرا اخيرا رجعت تاني حنفي. اخيرا. الحمد لله. الحمد لله. تفتكر يا شحتة لما ارجع في البيت هيستقبلوني ازاي، ولا هيقابلوا معايا ايه؟ هتبقى ايام غم ولا ايام هم ولا ايام كويسة؟ هتبقى غم يا معلم، غم طبعا. غم على رأيك، ايام غم، ربنا يستر. بقولك يا ده شحتة، بقولك يا معلم حنفي. خير يا ده شحتة. المؤاخذة دي أوراقك أنت يا حاج. ربنا يخليك ويعافيك. اديهم للسايس وإحنا نازلين. سعيد عبد الحميد النمروسي، وده منين ده؟ ده مصري بقى، ومنين حته في مصر؟ ايه السعيد؟ طب كتر الف خيرك على المعلومات اللي قلت لي عليها دي. لا ابدا، متشكره جدا. ان شاء الله ان شاء الله، شكرا، مع السلامه. وده يطلع مين بقى بسلامته سي سعيد عبد الحميد النمروسي ده؟ ايوه ادخل. ازيك يا ست الكل؟ ازيك يا مخبيه، انت فين يا بنت؟ فين؟ ما انا هنا كل يوم في الشغل. ما انا عارفه يا اختي انك مرزوقه هنا في الشغل. انا بكلمك على الشغل، انا بكلمك على اللي مكلفاكي بيه عشان الزول. قصدك حلاوتهم؟ قطعت وقطعت سيرتا، الله يكحمها مطرح ما هي مرزوقه. يا ست الكل، ما انا ما رضيتش اجي لك غير وانا معايا اخبار. جبت اخبار؟ جبت الديب من ديله؟ قولي وشجيني يلا. عيب يا معلمه، واحنا بنلعب. طب قولي لي ايه الاخبار؟ يلا. انت فاضيه دلوقتي تيجي معايا مشوار؟ ايوه فاضيه. خلاص يلا بينا. الله، انت مش عايزه تتكلمي هنا ليه يا بنت؟ هفهمك على كل حاجه في العربيه. يا سلام، وانت بتتكلميش على في العربيه؟ ما تكونش المخفيه ام 44 حطانا كاميرات تصنت هنا. طب يلا قدامي، قصدي ورايا، مش باخرتها معاكي ايه. يلا. ما هي الست سناء بقت الكل في الكل. طب والله لا امشي وراهم واشوف رايحين على فين. شفت يا معلمه وتاكدتي بنفسك؟ بوم بوم لهوي بوم يا خرابي رابي، الا شفت ده، انا شفت وعينيا اتبززت من كتر الشوافات. ودي ام عروق جابت الفلوس دي منين عشان تعمل مشروع كبير زي ده؟ شوفي انت بقى يا معلمه، على فكره الوليه دي مش سهله ابدا. طبعا مش سهله. سهله ازاي؟ لا سرقه سريقه ولا عامله لها عامله، ما هي خريجه سجون. ما كنتش الوليه دي بتسرقك يا كيداهم، ولا كل ورا موضوع الالماس بتاعك؟ ورا ايه يا معلم؟ انت رحت فين؟ لا ابدا يا سناء، بقول لك ايه، انت عينك على الوليه دي تخليها زي الفنجال كده في الراحه والجاي، واي جديد يجد تبلغيني على طول. من عيني. انت حبيبتي يا معلم.
تسلم عينيك يا روح حبيبتك انت، انت كمان خمسه حبيبتي. يلا عم ربيع. هو ايه بقى المحل ده ان شاء الله؟ انا لازم اجيب قرار الموضوع ده واعرف فيه ايه. لم نفسك واتكلم على قدك يا حرامي. يا عم انا مش حرامي، انا اصرف منك 100 مره. وبعدين لم نفسك عشان ما امسحش بيك بلاط المحل. انت تمسح بيها بلاط المحل يا بورس. يلا انت امشي من هنا، يلا امشي. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه مالكوا؟ فاكرين نفسكم في الحاره ولا ايه؟ ما تلم نفسك انت وهو. الجدع اللي انت جبته لنا ده ست الكل طلع حرامي. بس ما تقولش حرامي، انا عامل احترام للست كريمه مش اكتر. انا ما سرقتش حاجه وانت عارف كده كويس. امال انا ادي الحرامي ده انا اللي مسروق؟ والله اللي سرق عارف نفسه يا ريس طمار. والله طب ما تفهموني في ايه عشان ما بقاش واقفه زي خيبتها كده في وسطيكوا. يا ست الكل انا كنت سايب الموبايل بتاعي ومشغول مع شويه زباين، رجعت ما لقيتوش. طب ما يمكن حد من الزباين هو اللي سرقه يا طمار، اشمعنى يعني بتتهم مفتاح؟ امال المفتاح اللي قاعد على الكيسه ده ايه؟ كيس جوافه يعني؟ شايفه ست كريمه برضه بيغلط. بص احنا احسن حاجه نقفل المحل وكلنا نتفتش ونشوف بقى مين فينا اللي حرامي. صح، احنا نقفل المحل ونفتش كل الناس وما نشوف اخرتها ايه معاكم. لا مؤاخذه يا استاذ، معلش احنا اسفين. حضرتك هتفضل معانا دقيقتين لحد ما تتفتش. تفتش؟ اه تتفتش. كل ده يحصل يا حنان يا بنتي وانا ما اعرفش. ما عشان كده يا عمي انا قلت قابل حضرتك وهشام مش موجود في البيت. اه طب وهشام ايه موقفه من اللي حكيته لي ده؟ ولا ليه اي موقف. طنط سامة اثرت عليه قوي ومخوفاه. مخوفاه؟ يا عين على الرجاله. صحيح انا عرفت ربي، اللي انا بقى بستغرب له ازاي سهام الاستاذه الجامعيه المحترمه تسكت على جريمه زي دي بدل ما تاخدك وتطلع على وزير التعليم العالي. ما انا قلت لحضرتك دكتوره سميحه دي مسنوده من الحزب الوطني. يا سلام، هي تخوفنا بالحزب بتاعها ده ولا ايه؟ اسمعي يا بنتي، انا بنفسي اللي هاجي معاك الوزير التعليم العالي، اما سهام دي بقى فسيبيها عليا. ما لناش معاهم حاجه يا ست كريم. يعني ما حدش طلع حرام هنا تمام؟ ما جايز يكون حاطه في حته كده ولا كده. يا عم وانا اتنقلت من مكاني. طب بس بس على العموم انا قاعده معاكم لاخر اليوم اما اشوف اخرتها ايه معاكم. يلا كل واحد يروح على شغله. ست كريمه. خير يا مفتاح. انا عارف مين اللي سرق الموبايل. مين؟ خليك تشوفه بعينك اخر اليوم. انا مش قادر اصدق نفسي. معقوله انت يا دكتوره يا استاذه جامعيه يا مربيه اجيال بتحرض ابنك على انه يبقى انسان ما عندوش ضمير ويشوف جريمه جماعيه زي دي ويسكت؟ لا طبعا، لازم اشجعه يضيع مستقبله وما ابنك يبقى صايع تتبسط انت وست حنان بتاعتك. يا خساره يا خساره يا سهام، انا حاسس ان انا كنت مغشوش فيكي طول العمر ده. مغشوش فيه انا عشان خايفه على ابني اللي ما عنديش غيره، بعد ما ربيته وكبرته وخليته أستاذ في الجامعة قد الدنيا عايز أستنى أشوفه خارج من الجامعة بفضيحة؟ فضيحة؟ الفضيحة يا هانم هي اللي هو فيه دلوقتي. أنا هيبقى لي كلام تاني مع الولد ده. إيه ده يا حباطة؟ اللي في إيدك ده؟ ده ست كريمة. يعني أنت بتسرق وكمان متهمها في واحد تاني؟ أنا مش حرام والله ست كريمة، أنا خدت التليفون بالقصد علشان تهمه في مفتاح، لانه بصراحه من ساعه ما جه وهو واكل الجو ده حتى الزباين بتديله هو البقشيش. لا والله. اه والله. تقوم تسرق؟ اسمع يالا انت مالكش عيش عندنا من النهارده. انا اسف ست كريمه، ابوس ايدك اخر مره والله. لا يا حبيبي مفيش الكلام ده، واحمد ربنا ان انت هتمشي كده من غير ما ابلغ عنك. يلا يلا ده انت حرام امشي من هنا، ما ترناش وشك هنا تاني. حقك على مفتاح. ولا يهمك يا ريس طمان، الحمد لله ان ربنا ظهر الحق. شفت بقى يا طمان، ابقى قبل ما تتهم الناس تبقى تعرف عدوك من حبيبك. لا مؤاخذه يا ست كل. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهل. وانت واد يا مفتاح، ليك عندي مكافاه كبيره. انا مكافاتي رضاك عني يا ست الكل. لا اذا كان رضاي عنك فانا راضي عنك من هنا لاخر الشارع. انت متاكده من الكلام ده يا حنان؟ طبعا يا دكتور، وبعدين انا معايا الاوراق والمستندات اللي تثبت صحه كلامي، وتفضل حضرتك شوفها بنفسك. الكلام ده خطير يا دكتور، دي سابقه انا ما شفتهاش في حياتي العلميه. قلت لك يا حنان سجلي مع استاذ او استاذه من عندنا من جامعه القاهره وبلاش الجامعات الخاصه دي. والله يا دكتوره عندك حق في كل اللي بتقوليه. انا هقابل بنفس رئيس الجامعه عندنا واخليه يحدد لنا ميعاد مع وزير التعليم العالي.
صباح الفل يا حبيبة ماما. ايه ده؟ ايه الخطوة العزيزة دي؟ وايه المفاجأة الحلوة دي؟ خير يا حبيبتي؟ خير ان شاء الله يا حبيبتي. مش انت كده من فترة كنت قلتلي عايزة واد مجدع وكويس وعشان تخليه دراعك اليمين؟ فين يا اختي؟ بعد ما مات شحتة وبشبش الطوبة اللي تحت راس وانا لاقي حد اتقطعت بيا الدنيا. ده كان دراع اليمين وكان قيمة واد جدع. الله يرحمه يا ماما. بس انا بقى النهاردة جايبالك معايا حتة هدية. بجد يا حبيبة قلب ماما؟ ها جبت واد كده جدع راجل طول بعرض عشان يليق يبقى دراع امك اليمين؟ عيب يا ماما، ده انا اضمنه برقبتي. يا حبيبي يسلم رقبتك يا نونو. هيجي امتى؟ ده واقف بره هنا. طب تخليه يخش ثانية واحدة. طب يلا. اتفضل يا مفتاح. مساء الفل يا معلمة. مساء الزفت. ايه يا بنت ده؟ ايه اللي انت جايبهولي ده؟ جايبالي اتخله متعلقه فيها زيتونه واقع من انهي اكله ده؟ يا ماما ما يغركيش شكله، ده واد حمار شغل. حمار شغل؟ انت جايباه ايه؟ جره عربيه كارو؟ لا يا ماما، ده واد جدع وطيب. اتنيلي اعمل بيه ايه الجدع والطيب ده؟ ايه؟ لو انا زي بعضه اللي ما تحتاجيش لوشه كنت تحتاجي لقفاه بكره. لو ان لا ليه قفه ولا ليه وش، ده تكنيله على مجايبك السودا. ايه مالك في ايه؟ بس انا بصراحه مش عايز اسيبك يا ست كريمه، عايز افضل جنبك في المكان اللي انت فيه عشان اشوفك. يا عبيد، ده ماما هتبسطك اخر انبساط، ده اللي يشتغل معايا يبقى اتفتحت له طاقه القلب. انا كل ده ما يهمنيش، انا اللي يهمني ان انا افضل جنبك على طول. ايه ده؟ ده ماله الواد ده؟ بص يا مفتاح، عامه ماما مش هتشغلك معاه ال 24 ساعه. لما تكون فاضي تعالى اشتغل عندي ورديه بالليل. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. حلو قوي الكلام، يعني هي دلوقتي بقى اتاكدت ان انا صاحبه المحل. طبعا دي شافتك بعينيها، يعني هي دلوقتي اطمنت لك، واي حاجه تحصل بجد وانت تقولي لها العكس هتروح مصدقاها على طول، وهو ده اللي احنا عايزينه. بسم الله ما شاء الله على دماغك بجد بقى يا ست الكل، دماغك دي تتقل بالذهب بجد. ايه ده؟ في ايه يا احلام؟ مالك انت؟ طيب بتعيطي ليه؟ سامحني يا معلمه. سامحك على ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ ما تتكلمي يلا. انا هحكي لك على كل حاجه بس اديني الامان الاول. طب اديتك الامان، اتفضلي اتكلمي. جولينا شوفي، شفت الجريدة المصرية شو مكتوب فيها؟ شو مكتوب؟ جوزيف اتحكم عليه ب 15 سنة السجن. شو عم بتقول؟ وابو سليم اخذ 25 سنة. مش هيدا المهم هلا، المهم انك بتقول جوزيف. شو قصدك؟ بقصد انت متأكد انه مكتوب جوزيف مش حنفي؟ خذي طلع بعينك. يعني معقول البوليس المصري ما اكتشف ان اسمه حنفي وانه مصري مسلم؟ من الواضح تماما انه كمش مع ابو سليم. طب ليه يترك لي المسج الا لو كان عارف انه مش رح يرجع؟ شي بيحير فعلا، كيف ما انتبهت؟ الموضوع ده كتير غريب يا انطون. ايه مايك حق، هيدا الموضوع كتير غريب، بس اكيد في سر ولازم اعرفه. وهلا هلا 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 ويا اخت اسم الله، بقى اللي ما تسمم 44 اللي اسمها حلاوتهم عندها عصابه. ايه يا اختي ضربت في قلبك؟ ما كنتيش قلتي لي ليه يا بت؟ اه بصراحه يا معلمه انا كنت خايفه لا تقولي عليا ان انا كارت محروق وترميني في الشارع. شرف في عينك، من انت المعلمه كايدهم بترمي رجالتها في الشوارع؟ معلش يا معلمه، هو الشيطان بقى صور لي كده. قطع الشيطان وقطع سنينه. عشان كده انا جاي النهارده اصلح غلطتي. غلطه ايه يا بت؟ ما تزعليش مني يا معلمه، انا مشيت وراك انت وسناء لما كنتوا خارجين من الجيم سوا. يا نهار ابوك يا اسود، انت كمان بتجسسها عليا؟ ما هو بصراحه انت الفتره اللي فاتت بقيت بتعتمدي على سناء في كل حاجه. يا سلام، وانت جايه بقى صلاح غلطتك مش كده؟ اسمعيني بس يا معلمه. سمعت الرعد في ودانك؟ انا لسه اسمع بعد اللي قلتيه. انا مشيت وراك انت وسناء لحد المحل اللي وقفت قدامه. بتاع المخفيه ام 44 اللي اسمها حلاوتهم. شفتي بقى يا معلمه، عرفت ان سناء دي خايبه وما بتعرفش تعمل حاجه. قصدك ايه؟ انت عارفه المحل ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ الريس حليمه. بتقول ايه؟ حليمه؟